خذ مثلا على سبيل المثال في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى ذكر أطول نص ما هو في القرآن يتحدث عن حكم شرعي؟ آية المداينة. المداينة كأطول آية. نعم. نعم. هي أطول آية في القرآن. نعم. ولكن أطول نص يتألف من عدة آيات. إذا تأملت القرآن تجد أنه الإنفاق، عدة صفحات في القرآن، آية مداينة صفحة واحدة. نعم. من صفحات القرآن وفيها أحكام متعددة. نعم. إذا ذهبت إلى سورة البقرة تجد أن لديك تقريبا 4 أو 5 صفحات كلها تتحدث عن شيء واحد وهو الإنفاق في سبيل الله، ربما 3 صفحات، ولكن هو أطول نص يتحدث عن حكم شرعي. مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم كحبة في سبيل الله، كحبة مثل حبة أنبتت 7 سنابل. نعم. في كل سنبلة 100 حبة، وهكذا. علميا الآن يبحثون عن علاج للاكتئاب ولكن فشلوا، لأن حالات الاكتئاب كثيرة جدا في الولايات المتحدة فقط في أمريكا. حسب إحصائيات نشرت على موقع CNN الأمريكي، هناك 27 مليون إنسان يعالجون من الاكتئاب، يتلقون علاجا للاكتئاب. 27 مليون، تصور، يعني 10% من الشعب تقريبا مكتئب. لماذا؟ البعد عن الله. فبدأوا يبحثون ووجدوا أن هناك طرق لم تكن تخطر ببالهم، أن الذي ينفق الأموال لمن يحتاجها يكون أكثر سعادة ممن يأخذ هذه الأموال. قاموا بإحضار مجموعة من الناس وأخضعوهم للتحليل بجهاز يسمى جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الذي يقيس نشاط الدماغ ويستطيع أن يعطيك ماذا يحدث في الدماغ نتيجة سلوك معين. فلاحظوا أن الإنسان الذي ينفق المال، طلبوا من هؤلاء الأشخاص أن يتبرعوا بشيء من المال لمن يحتاجه، وقاموا بتصوير أدمغة هؤلاء المنفق وأدمغة من يتلقى الصدقة. وجدوا أن دماغ الذي ينفق المال ويعطي المال يفرز ما يسمى بهرمون السعادة، مجموعة هرمونات منها يطلقون عليه هرمون السعادة، من مركز في الدماغ يسمى مركز المكافأة. يعني أنت عندما تتلقى مكافأة هذا المركز ينشط ويبدأ بإفراز هذه الهرمونات، أسموها هرمون السعادة واعتبروها مقياسا لكمية السعادة التي تحصل عليها نتيجة سلوك معين. فسلوك الصدقة أو الإنفاق يعطيك كمية من هذه الهرمونات، هرمونات السعادة، أكبر ممن يأخذ المال. سبحانه. فقالوا إذا أردت أن تتخلص من الاكتئاب، الخوف، القلق، الحزن، العلاج بسيط، أنفق ولو القليل من المال. الله تعالى ماذا قال؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هذا في الآخرة، ولكن في الدنيا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربط بين الإنفاق وبين التخلص من الاكتئاب والحزن والخوف.